ما حكم القول مع رب اغفر لي ولوالدي؟ شيء طيب، هذا في القرآن، هذا في القرآن، قال نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. وإبراهيم عليه السلام قال: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولم يمنع من دعاء إبراهيم إلا أن أباه كان مشركا، فدل على أن المسلم أنه يدعى له، يدعو له ابنه. وفي الحديث، في الحديث: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا في الصلاة وفي غيرها. والدعاء في الصلاة أحرى بالإجابة من الدعاء خارج الصلاة، فيدعو له ولوالديه وللمسلمين. نعم نعم. أما ما يقوله العوام أنه ما يدعو لوالديه في الفريضة، هذا لا أصل له.